مع مرور عام على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وامتداده للأراضي اللبنانية، يظل موقف الولايات المتحدة الأمريكية محوراً رئيسياً فيما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات وصراعات، فليس هناك لاعب آخر سواها بين أطراف الصراع. ومن يقرأ التاريخ سيفهم المشهد جيداً بأن الولايات المتحدة هي الداعم الأول لكيان الاحتلال الإسرائيلي ومظلة الحماية له، رغم كل الانتهاكات والاعتداءات التي يمارسها الاحتلال بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني حالياً. فعلى مدار السنوات 76 الماضية من تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لم يتوقف دعم واشنطن بكافة أشكاله لدولة الاحتلال الإسرائيلي منذ تأسيسها عام 1948، وهو دعم راسخ في السياسة الأمريكية بغض النظر عن الرئيس الحاكم، سواء كان ديمقراطياً أم جمهورياً. Jerusalem as the capital of Israel. America's commitment and my commitment to Israel and Israel's security is unshakable. The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. وخلال العقود الثلاثة الماضية تعززت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب بشكل كبير لتصبح تحالفاً استراتيجياً، وهو ما ظهر جلياً وبشكل لا لبس فيه منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، حيث سارعت واشنطن إلى إرسال مساعدات عسكرية إلى المنطقة لدعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دون أن تكترث بأن أكثر من 2 مليون فلسطيني ينتظرهم الموت والجوع في القطاع بسبب بربرية قوات الاحتلال التي حولت غزة إلى أشبه بمقبرة لسكانها. فعلى الرغم من تصريحات الإدارة الأمريكية بضرورة وقف الحرب على غزة بل وانخراطها في مفاوضات التهدئة بين الأطراف المعنية، إلا أن الولايات المتحدة لم تمارس ضغوطاً حقيقية لإلزام الحكومة الإسرائيلية بتحقيق أي من وعودها التي خدعت بها الرأي العام العالمي حول سعيها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأن هدفها هو منع التوسع الإقليمي للصراع. لكن على النقيض، أدت سياستها وازدواجية المعايير التي تتبعها إلى حدوث ما كان يتخوف منه العالم بأن امتد العدوان الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية، واشتدت المواجهات المباشرة بين تل أبيب من ناحية وإيران وحزب الله اللبناني من ناحية أخرى. وبدأ الصراع الآخذ في الاتساع يهدد الشرق الأوسط وإسرائيل نفسها، بل العالم برمته، دون أن تتبنى الولايات المتحدة موقفاً حقيقياً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الإقليم الجريح.